صباح الخير مشاهدينا الأعزاء ومتابعين برنامج يوم جديد من خلال هذه الجولة الصباحية من داخل معهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا. حابين اليوم نعرفكم على هذا المعهد، على أقسامه الداخلية مع الدكتور أحمد العماير عميد هذا المعهد. صباح الخير دكتور، يعطيك العافية. صباح الخير، بداية بنرحب في التلفزيون الأردني من خلال برنامج جديد في محافظة مادبا عاصمة الفسيفساء وفي معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم. هذا المعهد هذا بدأ مسيرته التعليمية عام 1992 كمدرسة للفسيفساء من خلال هذا المبنى القديم، وبدأ حتى عام 2007 حيث ارتأت وزارة السياحة والآثار ومديرية دائرة الآثار العامة بالتعاون مع مشروع اليو اس ايد اللي هو الوكالة الأمريكية للإنماء بتطوير هذا من مدرسة فسيفسائية، ويرجع الفضل في تأسيس هذه المدرسة إلى الحكومة الإيطالية إلى معهد متخصص في فن وصيانة ترميم الفسيفساء لمنح درجة الدبلوم للطلبة الذين يدرسون في هذا المعهد، ومن ثم بعد الدراسة سنتين يذهبون إلى الامتحان الشامل تحت مظلة جامعة البلقاء التطبيقية، والحاصلين والذين يجتازون الامتحان هذا ينطلقون إما لسوق العمل أو للتجشير في الجامعات. لهذا المعهد هدفين رئيسيين، الهدف الأول هو صيانة وترميم اللوحات الفسيفسائية المكتشفة من خلال الحفريات الأثرية. عندما تكتشف لوحية أرضية فسيفساء يتم الاتصال معها ويذهب فريق فني متخصص لهذا المعهد ويقيم هذه اللوحة، إما يتم صيانتها وترميمها في موقعها الأصلي وإما يقوم أخذها إلى المعهد وترميمها وصيانتها ثم إعادتها إلى موقعها الأصلي. الاشياءات الاساسيه اللي عم نشتغل عليها هي حجر فسيفساء موجود بالاردن، عم نجيبه من الجبال الموجوده حوالينا هون مثلا البحر الميت بمعين، الالوان كلها متواجده متوفره بالاردن، عم نجيبها نحن على شكل بلوك كبير، عندنا مناشير طلاب يتعلموا كيف ينشروا ويطلعوا الحجر الصغير ويقطعوا ويلزقوا على لوحات فسيفساء. يعطيك العافيه، تعرفنا بحالك؟ صدام شرفات. صدام، تحكي لنا اليوم شو مطلوب منك اللوحه اللي لازم ترممها من خلال معهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا؟ المطلوب منا يعني هو فن قديم، فن الفسيفساء وعادة احيائه، احنا مطلوب منا ان نكون يعني متقنين هاي الشغلة عشان مثلا نوصل افكار معينة من خلاله. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير يا اهلا هلا. عرفنا بحالك؟ انا بادي عجيلات. بادي، تحكي لنا اليوم شو مطلوب منك تنجز وانتاج لوحات فسيفسائية من خلال هذا المعهد، وشو استفدت من هذا المعهد ايضا؟ هلا احنا عم ننجز لوحات فسيفسائية بتصاوير قديمة جدا بتمثل مثلا عندنا هون مثلا شجرة مادبا. بالمعهد هون تعلمنا مش بس انتاج هاي اللوحات، اهم ما يميز هذا المعهد هون احنا بنتعلم ترميم اللوحات الفسيفسائية القديمة الموجودة في الاردن. طيب بادي، نحكي يعني شو السبب اختيارك لهذا المجال؟ اول شيء احنا من اشهر البلدان يعني في انتاج الفسيفساء وفي الفسيفساء الموجوده المدفونه في الارض، فالفسيفساء هذه بحاجه الى ناس ليرمموا هاي الفسيفساء الموجوده فيها، لهيك هذا المعهد بيعلم وبيدرب هذا الطلاب كيف يرمموا الفسيفساء. انا طبيعتي يعني فني فسيفساء من قبل ما اسجل في المعهد، صار لي 10 سنوات في الصنعه، معهد هون رائع الوحيد في الوطن العربي في الشرق الاوسط. حبيت هنا أخذ شهادة، معهد رائع، كادر تدريسي رائع، وتعرفنا على تاريخ مادبا لأنه تاريخ مادبا من ما قبل الميلاد تاريخ رائع في الفسيفساء. الحمد لله يعني توظفت هون بهذا المعهد وفني فسيفساء وأدرس مادة اسمها فسيفساء الزجاج. هاي المادة تختلف عن المادة الحجرية، نبلش بعمل اللوحات الفسيفسائية، طبعا نستخدم طريقة غير مباشرة أو المباشرة، تتميز الطريقة المباشرة عن الطريقة الغير مباشرة بأنها أسهل، كونها أنه تكون الرسمة عندنا بالمقلوب، فيبلش الطالب بعمل الشكل يكون مرسوم عنده على القماش أو على الشبك. على الشبك لما نستخدم الطريقة المباشرة، أما في على القماش لما نستخدم الطريقة الغير مباشرة نبلش بعمل اللوحة على الشكل المرسوم، وبعد هيك يتم صبها في الفريم الخشبي وتنظيفها وتطلع بالشكل النهائي.